السلام عليكم، أهلا حبيباتي، أهلا بناتي، مرحبا بكم في قناة يوميات بسمة أمها. مرحبا بكم. اليوم جينا نخدمو بركوكس بالتعمير، التعمير الوهراني تاع ناس الغرب حنا نديروه. إن شاء الله تعجبكم الطريقة، سهلة مبسطة. حنا نديروه للنافسات، نديروه للمولد النبوي الشريف، كل عام وانتم بخير. كما راكم تشوفوا هايل، اللي يشهي شهيتكم في الجنة. إن شاء الله تبعوا معايا المراحل تاعو وينجح لكم، حتى البنات اللي صغارات يديروه وينجح لهم ان شاء الله. بمقادير اقتصاديه والبنة هايله، والطريقه قدموه كما تحبوا، ديروه دوائر، تحبوا تفتوه كما بالتبسيط ثاني. ما تنساوليش حبيباتي الجيم، اللي دخلتوا معنا جدد ما تنساوناش اشتراكات، وشكرا على التعليقات الرائعه تاعكم، ربي يبارك فيكم ان شاء الله. هذا بركوكس مفتول باليد كما راكم تشوفوا، جيبوا الكميه على حسب افراد العائله، يجي يشبه للطعام. بالنسبه للاخوه اللي ما يستخدموش في المصر كامل، يجي يشبه للكسكس وهو شويه عافر عليه. انا عندي طرف تاع الدجاج، درت مغرفه نص مغرفه كبيره تاع السمن وربعه المغارف تاع الزيت، نحط الدجاج اللي كاين. نتوما تحبوا الدجاج، تحبوا اللحم تاع الخروف كما تحبوا. ليك انا درت الطرف تاع الدجاج، حطوه يتقلى مليح. هنا بالكوكس نغسلو بالماء مليح، نغسلو شحال من غسله ونقطرو، نخليه في الكسكاس يقطر باش غبره ولا يتنقى ما يبقاش فيه. والماء دايما نحطوه يغلى باش تمرق قبل ما يكون غالي، باش طياب يجي بنين. هنا ديرو البصله تتقلى مع الدجاج، انا قصيت جوج حبات بصل متوسطين، ثلاثة حبات زرودية. راني نضيفهم على الدجاج في الكوكوب، العود تاع قرفة، راني نقطع مع عشوائي على خاطر بقنا من بعد نرحيهم كامل. طماطم حبيبة، كوغجات، والحمص عندي طايب نص طياب، راه تقريبا قريب طيب. نقلي كامل مع بعض ونمرق بالماء يكون طابخ. هنا بالكوكس نصفيه، ومن بعد ما نمرق ومن بعد نزيد شويه بطاطا. تشوفوا زدت حبه بطاطا كبيره باش نزيدها في مع الخضره. نجيبو القزبر والمعدنوس نقطعوهم رقيق، إذا كان عندكم خشن ديروهم ربطوهم ربطة وديروهم يتقلاو. أنا كان عندي حتي درتو يتقلى مع الخضرة، التقلية هي اللي دير بنا ما شاء الله. نضيف الحمص ونحرك مليح، نخلوها تتقلى حتى 20 دقيقة ولا على نار هادية. أنا نزيد كركم، العطرية، راس الحانوت، والتوابل كامل اللي تحبوها، ما بركوكس يحب التوابل. نديرو في الأول ومن بعد في الآخر تاني نزيدو نديرو. وهنا راكم تشوفو كاين اللي يسميه العيش، كاين يسميه بركوكس، راه تشرب كامل الماء اللي بقى فيه. هنا نضيف الفلفل الأحمر، اللي دير طماطم كونسونطخي دير مغرفة تتقلى في الأول، تطلق لها دير بنة ما شاء الله. في المقلاة ندير شوية زيت ونجيب حبة بصل نرحيها، حبة بصل كبيرة، هذه باش نديروها في التعمير. نخليها تتحمر مليح مع شوية ملح وشوية فلفل أسود، ونخليها تتقلى، ومن بعد نخليها تبرد وتتبعوا معايا وتشوفوا واش ندير بها. الخضرة اللي راه تتقلى دائما حركوها باش ما تلصقش، تشوفوا هكا تلقى بنة والله تبان طابت. هنا نمرق بالماء غالي ونعاود نعمر باش نعاود من بعد نزيد الماء باش نجبرو فاش نفورو بالكوكس ونفورو تاني التعمير. هنا كيما راكم تشوفو هذا هنا
يا اما طماطم كونسونطري تكون عندك بزاف تخافوها تخسر، لا طماطم تكون تاع الحب طيبتوها وترحيوها، ولا فلفل احمر ثاني ترحي طيبوه وترحوه ديرتو معاكم شحال من مره. ما تحبوش ديروا فيه علب كبيره، ديروا في هذا تاع السيليكون اللي نخدموا فيه الحلويات ونجمدوهم كي نحتاجوهم، نجبدوهم هكا نخلوهم يذوبوا ومن بعد نزيدوهم في الاكل ثاني يجيو ما شاء الله يعطونا اللون الاحمر والبنة. البصلة دائما نقلوها مليح بركو كساك نشوفوها تشرب ما شاء الله باش نحطو يفور. انا باش ما يلصقناش ديروا نقيطه تاع زيت دهنوا الكسكاس وحطوا العيش تاعكم في الكسكاس وحطوه فوق القدره باش يفورنا، خلوه يطول في التفوار مهما تشوفوا البخار طلع خلوه يزيد يفور، فوروا هذه المره تفويره واحده. وهنا البصله اللي قليتها بردت انا حطيتها في الاناء زدت عليها اللحم فيون طاشي اللي عندكم ومنين رابيت عليها زوج في صوص الثوم، تحبوا اللحم مرحي تاع الدجاج ولا تاع خروف لا اللي كاين ولا شابليغ. هنا خبز مرحيه 6 المغارف كبار، انا درت الكمون شابليغ درت 6 المغارف خاطرش راني راح ندير البيض 6 الحبات متوسطين. هنا زدت العطريه اللي درتها في الكركم وهذا الفلفل الاحمر مرحي كما تشوفوا هذا طايب طايب في الماء تاعو وريحته والملح على حسب الذوق. قصبر وريقه تاع قصبر مقطعين رقيق قد ما تكثروا يجي بنين. وانا اللحم المرحي كنت كان متبل من قبل فيه بنه ما شاء الله فيه الثوم فيه التوابل من قبل. وانا درت بغرفه كبيره تاع زيت والبيض على حسب افراد العائله وخلطوا كامل خلط باش يتجانس والملح يدخل فيه مليح. انا زدت رشه تاع القرفه ورشه تاع الفلفل الاسود نتوما على حسب الذوق تحبوا تكثروا كيما تحب. خلطوه مليح نجيبوا ورق شفاف سوليفان نفرشوه دوك تشوفوا معايا كيفاش ندير ان شاء الله الطريقه تكون واضحه. حطوها على قطعوها كما تشوفوا هكا على حساب الكسكس تاعكم. نقسم الخليط على زوج نديروه على حساب كيما الكاشير اللي ما عندهاش ورق شفاف دير القابسه اللي نشرو فيها سباغيتي ثاني نقدروا نديرو فيها ونربطوها من جهتين نديرو عقده من وعقده من ونزيروه مليح باش يجي يشبه الكاشير لا غير ما شاء الله يجي بنين بزاف كما تشوفوا. نزيد الكميه اللي بقات ندير زوج نتوما على حساب الكسكس اللي عندكم ديرو. نجبد الورق منا ومنا ونعقدو مع الاطراف نزير مليح باش ما ينحلناش كي يكون يطيب. الخليط راه سائل من بعد دقيقة يجمد نخلوه يفور فوق الخضرة 40 دقيقة ولا ديرو كسكاس اخر كيما تحبوا. انا فورته فوق الخضرة كي نحيت بالكوكس ديرته هو فور مدة نصف ساعة ولا 40 دقيقة يكون كي تشوفوه نشف يجمد معاكم صحيح راه واجد. انا نضيف الغلاف الشفاف باش ما ينحلش معانا. نعقدوه منا ونلوي مليح ونعاود نزيد نعقد من جهه اخرى سهل ما يعذب كما والو. نجيب بركوكس نحطه في هنا في الاناء ونرد التعمير تاعنا يفور. المره الجايه ان شاء الله ندير لكم الكاشير مع هذا بنت ولا غير ما شاء الله خير من الكاشير بس ان شاء الله نديروه معاكم. هنا اكتفيت ديال التفويره واحده مثلا ندير زوج تفويرات ولا دوك من بعد نردو في المعرق يزيد يطيب. هنا تنجمو ديروا شويه تاع الزبده ولا
هذا التعمير نروح نديرو يفور فوق الخضره، الخضره من بعد نرحيها. هنا تحبوا تدهنوا بشويه تاع الزبده، احنا راه عندي على حبه، ما حبيتش نزيد، راني دايره السمن في المرق والدجاج راه فيه دهون كامل. تشوفوا تقريبا راه قريب يطيب، انا ما كثرتش، درت كميه قليله. هنا خلوه على الاقل 40 دقيقه، تشوفوا فيه بدا يجمد. صحيح هنا المرق نرحيه كيما نديرو الحريره، كاين اللي يدير خضره رقيقه وما يرحيش، انا لا نبغي نرحيه كما هكا، يجي ولادي ما يحبوش الخضره تبان. من بعد ما رحيته نزيد المرق بالماء ونضيف الملح على حساب الذوق، ونشوفوا نتوما شحال تحبوا الملح، ذوقوا وزيدوا خلطوا. ومن بعد هنا صايي كي مرقت والماء يكون يغلي، نحط البركوكس على حساب الكميه اللي تحبوها نتوما، على حساب افراد العائله. كيما النافسات يكثروا يفوروا كسكاس كبير، ما يديروش كامل ضربه واحده، يديروا على حساب هذاك النهار، والاخر يخليوه. تقدروا ديروا في لي بورت مونجي تحطوه في الثلاجه، كي تجيو تاكلوا تجبدوا لاصوص وتطبخوا شويه تاع البركوكس على حساب ما تاكلوا في هذاك النهار، خاطر من بعد دوك يتشرب لاصوص تاعو يولي ثقيل كيما الطعام يولي. دائما حطوا الماء يغلي باش كي تحبوا تزيدوا الماء. وهنا من بعد ما راه فورنا التعمير تاعنا تشوفوا تماسك ولا حاكم روحو، نقطعوه كيما تحبوا، قطعوه دوائر ولا مربعات، تزيين يرجع لكم ليكم. تشوفوا راه حامي يفور. من هنا عندي الزعتر، من بعد ندير في الاخر كي نطفي النار ندير حكه نتاع الزعتر بين يديا، ونضيفها للبركوكس، تزيد له بنه ما شاء الله، ونزيد رشه نتاع الكرويه، ونقدموه مع ما يجي وقت الشتاء والبرد. هذا ما يصلح حاجه تدفي وجبه كامله فيها الخضره اللحوم. هنا الزعتر ديروا كميه، قد ما تكثروا الزعتر راه مليحه ما شاء الله، حكوها بين يديكم باش تطلق البنه. هنا نحل ثاني، هنا الكرويه نزيد رشها، نص مغرفه صغيره ولا حتى مغرفه، هي تجي بنينه ما شاء الله. ومن بعد نقدموه معاكم في الطبسي تاع التقديم. هنا نفرغ في طبسي كبير باش يبرد لنا، خاطر الاخر غارق وما يقعد حامي ما يحبش يبرد. وهنا الدجاج تحبوا تفتوه، تحبوا تحطوه طرف كيما تحبوا. هنا تحبوا ديروه دوائر، لا تعمير دوائر، ولا تقصوه مربعات متوحمات يسمحوا لنا. شهيناكم في الجنة ان شاء الله يا ربي، يا ربي يحفظكم.